اعتداء وضرب سجل على إثرها إصابات عديدة واعتقالات واسعة لمعتصمي الشركات النفطية الذين خرجوا للمطالبة بتثبيتهم على الملاك بعد إن مضى على خدمتهم أكثر من عامين وفق قرار 315. نريد أن نستنكر الاعتداء الغاشم من القوات الأمنية، قوات بالتحديد قوات الشغب أمام شركات النفط. نحن معتصمين شركات النفط من العقود قرار 315. ما إحنا مو مخربين ولا فاسدين بهذه الطرق، إحنا نطالب بحقنا. إحنا استوفينا الشروط أكثر من سنتين، ليش هذا تسويف مطالبنا؟ رسالتي للسيد محمد الشاع السوداني اللي هو رأس الهرم، أتمنى أنه ما تعيد الكوة مال عادل عبد المهدي وتوصل الأمور لا يحمد عقباها. إذا أنا يوم أعطيك للشرطة أو مرور أو أي شخص فأنت تجيبني في قبضة العدالة. فاليوم مثل ما اعتدوا على البنات أنت تجيب دولة نفسية من القوات الأمنية اللي اعتدوا على البنات وعلى النساء، تجيبهم تحاسبهم وتقدمهم للقضاء. وعلى إثر هذه الأحداث ضجت مدينة الناصرية، حيث خرج المتظاهرين في ساحة الحبوب رفضا لما جرى من عنف بحق أبنائها وللمطالبة أيضا بالإفراج عن المعتقلين وعدم المساس بهم. نحن من مدينة الثورات ومدينة حسين الرخيص والحر تكفيل إشارة. حسين الرخيص من إجوا الإنجليز والبريطانيين وضابط بريطاني تجاوز على مرأة داس على راسه وراس حزبه وراس دولته. فهذه رسالة إلى كل حزب، هذا الوضع اللي وصل للعراق وهذا الفساد هو سوء الإدارة والمحاصصة المقيتة اللي اجيتوا بها أنتم يا أحزاب الصدفة يا أحزاب الدبابات والأمريكان. بعد الهدوء تهب العواصف، هكذا هو المعتاد على مشاهد مدينة الناصرية، فالأحداث تتوالى والمشاهد تتصاعد والحكومات تسارع بتشكيل اللجان. من ذي قار علي الهادي، قناة الرشيد الفضائية.